ها هي أزمة جديدة تلوح في الأفق. فاليوم أكدت نقابة المستشفيات في لبنان أن المستشفيات عامة تعاني من نقص حاد في الكواشف والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوصات المخبرية وتشخيص الأمراض، ما يجعل الكثير منها يتوقف عن إجراء تلك الفحوص للمرضى، لافتة إلى أن الكثير منها اضطر إلى تقليص عدد حالات دخول المرضى إلى المستشفيات بسبب النقص المذكور. ولفتت النقابة في بيان إلى أن المستشفيات أصبحت تعاني من نقص حاد في مستلزمات غسل الكلى، ما يهدد بتوقف هذه الخدمة اعتبارا من الأسبوع المقبل في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي. في مستلزمات طبية مستعملة لكل جلسة غسل الكلى. المستوردين هني منو نكتار، يعني 3 أو 4 مستوردين بيجيبوا مستلزمات طبية لغسل الكلى. يعني كانوا عم بيبلغونا تباعا انه هم ما بقى فيهم يسلموا على سعر المدعوم، وبدهم يصيروا يسلمونا على سعر السوق اذا مصرف لبنان ما امن لهم دعم. هذا معناته عمليا بتزيد كلفه جلسه الكلى 400,000 ليرة. نحن كل شيء بناخذ عليها 250,000، وعلى الاكيد الاكيد نحن منا مستعدين نحمل المريض اي فروقات، وخاصه ب المبالغ هذه. يعني المريض بيعمل 13 جلسة بالشهر معدله، يعني إذا 400,000 ليرة على كل جلسة عم نحكي عن 5,200,000 ليرة بالشهر بيتحملها المريض، هذه منا واردة. نحن رفعنا الصوت، نحن للحقيقة أنا ما بعرف إذا في موجود بضاعة أو مش موجود بضاعة، إذا مدعومة أو مش مدعومة، يعني هذا موضوع بينحل بين المستوردين ومصرف لبنان. نحن ما فينا ما نستلم المستلزمات لغسيل الكلى. إذا موجودين بدهم يسلمونا إياهم، وبعدين هن بيتصافوا مصرف لبنان بالنسبة ل دعم إذا بدهم يدعمون أو لا. في عهدة المسؤولين كل العثرات التي تهدد أمن المواطنين الصحي يضعها العاملون في الحقل الطبي. المشكلة اللي عم نواجهها اليوم مقسومة قسمين. بالنسبة للكواشف المخبرية، الشركات الكبيرة اللي برا ما بقى عم تقبل تسلمنا حتى لو بدنا ندفع كاش، لأنه فواتيرة لها أكثر من 6 شهور مش مدفوعة من مصرف لبنان. وبالنسبة للدياليز، الشركات بعدها عم بتسلم على ال 15-85 الستوكات يلي فواتيرة كمان صار لها 6 شهور ومش معروف إذا حتدفعها، بس اعتبرتها مدعومة وعم بتسلمها، بس هيدي الستوكات قربت على الآخر تخلص. في بضاعة واصلة هلا من بعد ما طلع قرار البري ابروفل، وبما انه بعد ما في قرار واضح من مصرف لبنان اذا هيدي حيعتبرها مدعومه او لا، مشان هيك هيدي محطوطه بستوكيت على جنب، وهيدا اللي عم بيصير الحديث عليه اليوم كرمال الازمه اللي نحن واقعين فيها بالدياليز. طوابير الذل أمام محطات الوقود، البحث بذل عن الدواء وحليب الأطفال في الصيدليات، ربطة الخبز وغيرها باتت هم اللبناني الأول والأخير. واليوم بات أمنه الصحي مهدداً أيضاً، فهل من المقبول أن تمسي البلاد رهينة بيد المحتكرين والكارتلات؟